أنا اسمي فرح حسني. I'm an Egyptian photographer. من وأنا صغيرة بحب أمشي بكاميرا. درست في ماركتينج في بيزنس سكول، ولما اتخرجت ما لقيتش نفسي فيها وما حبيتش قعدة المكاتب خالص، فقلت I will pursue photography دلوقتي professionally. I started taking workshops وكده لغاية ما my dad قرر هو يبعتني نيويورك. I applied لنيويورك film academy. I got accepted. قعدت هناك سنة، درست تصوير، درست everything related to photography. بعدين رجعت فتحت my own studio وبقالي دلوقتي سنة ونص بشتغل في مصر. بحب اللي أنا بعمله وبشجع أي حد إن هو يfollow his dreams ويعمل اللي أنا عملته.